والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن المعروف الذي يجب على المسلمين أن يأمر بعضهم بعضا به هو مجانبة الكفار ومظاهرة المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بسيف والسنان حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. القوم أن إحنا اللي بنتشبه بهم ديل، زي ما قال أخونا قبل شوية، الجايين نهنيهم والجايين نحتفل في اليوم ده رأس السنة الميلادية. هذا العيد النصراني ده عيد بتاع المسيحيين، نقول لكم بالعديد بتاعنا المسيحيين ابو صليب ديل، ده عيد باطل. لانه الناس ديل اول حاجه خد في براسك انهم ديل كفار. تب كفار، ربنا كفرهم في القران. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بيقولوا يسوع ده ابن الله، الرب يسوع. كما جيت كنايسهم تلقاهم الرب يسوع. بيقولوا الله هو المسيح، وبيقولوا الله ثلاثة، بس بيقول لك باسم الرب وباسم الابن والروح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ده الكفار أول حاجة. ثاني حاجة، عيدهم ده مبني على شنو؟ خليك عارف، عيدهم ده مبني على إنه رأس السنة الميلادية، أي مرور رأس السنة لميلاد عيسى والضلة، زي ما بقوله ابن الله. والمسلم يقرأ في سورة الإخلاص زي ما قال واحد من أخواننا، قال الإمام لو طول ناس هنا يقول له: يا زول انت الإخلاص دي ما بتعرفها؟ أقرأ لنا. يقول: هو الله أحد. قل هو الله أحد دي الناس ما بتطبقها. الله الصمد لم يلد ولم يولد. ديل قالوا الله بيلد، قالوا الله ولد وجاب المسيح. فكيف مسلم يسمح لنفسه انه يمرك في يوم زي ده، وانه يشارك في عيد زي ده اهله بيقولوا الله ولد؟ يا ناس حازموا رقبتكم، راجعوا نفسكم يا ناس. ده تلعب وده تسوي الكلام الفارق هو حرام، لكن سميها اخذوا في يوم تاني. ما تشابه به ناس بيقولوا الله بلد وبيقولوا الله ثلاثة. على المسلم انه يتقي الله ويرجع لربنا عز وجل، لانه الكلام ده قد يصل بصاحبه الى الكفر. قال الله تعالى زي ما قال لك اخونا انه مشاركتهم في اعيادهم من موالاتهم، والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تتولاهم وتهنيهم في أعيادهم وتشارك، الله عز وجل قال فإنه منهم. فالإنسان يخشى على نفسه الكفر لأنه شارك مع ناس أساءوا إلى الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ربنا قال: لقد جئتم أو قد قلتم قولا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قالوا الله عنده ولد. ربنا قال السماء بتتكسر من الكلام ده، والأرض تتفكك، والجبال تهد، ونحن كمسلمين ما عندنا غير على ديننا على ربنا الخالق. نجي نحتفل مع ناس زي ديل ونشارك احتفالات مع ناس بيقولوا الله بلد، وربنا قال الكلام ده السماء ما حملته والأرض والجبال. فكيف الواحد يسمح لنفسه ويشارك معه؟ وللأسف الغرب ما جرونا للمشاركة، بس جرونا لتقليدهم في كل شيء. مش نشاركهم في أعيادهم بس،
نشاركون انه في الليلة دي تحصل مثل هذه التجمعات والاحتفالات، نشاركون في الليلة دي يكسر الزنا وشرب الخمر. كأن المسلمين جاءهم منادي من السماء وقال لهم افعلوا ما شئتم في ليلة رأس السنة. الناس اللي بيشوفوا دي كأنه رأس السنة رفع عنهم القلم، كأنه يقول لك مروس وين، يقول لك معك كم واحدة، نأجر شقة، نجيب نسوان، نجيب الويسكي، كأنهم لا يحاسبون في هذه اليوم وفي هذه الليلة. يا ناس اتقوا الله، ربنا قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والموت عارفه قريب، والواحد ما بيعرف، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله العظيم احتمال تموت في مشيتك دي، احتمال تموت في مشيتك دي، بتلاقي الله تقول له شنو؟ أنا مرقت في يوم أهله سووا، قال والله، قالوا أنت يا الله ابتلت، بتقول لي الله شنو؟ أنا مرقت ألاقي لي بيت، أنا مرقت عشر في اليوم ده، بتقول لي ربنا شنو الناس تخط الموت؟ لأنه ما معروف، وما معروف وقته بتين، ما معروف وقته بتين، عشان كذا الناس تعمل حسابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل، فقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما تنتظر إنكم تصبحوا ولا تقول أنا بتوب. الإنسان لا يعرف أجله، والموت يأتي بغتة. لا، ملك الموت لا ينذر ولا يحذر أحد ولا يبلغ أحد، بل يأتي بغتة. فالمسلم عليه أن يستعد في كل ثانية ويعلم أن الله يراه. يا زول، الله شايفك وشايف اللي بيسوي في ده. أحسن الناس تتوب. وأخيرا بوصي أولاد الأمور، أنت جايب بنتك يا زول، اتق الله. ربنا في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة ديوس. الواحد رام سايق معاه ثلاثة أربع بنات، ولابسة الواحدة يعني لبس مربطة، مش نقول لابسة، مربطة بالسكيرت والبلوزة. يا زول، الرسول قال لن يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة رجل مات غاش لرعيته. غاش لرعيته، بنتك متبرجة ما بتسألها، لابسة ضيق ما بتسألها، وانت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فمرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. الناس تعمل يعني أشياء لا نقول إلا حسبنا الله، والناس تأمر وتحذر من مثل هذه الأشياء، منها مثل هذه المنكرات التي عمت وطمت. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وقدم أخونا مازن.